بطبيعة الحال بسبب التمكميك والتمعش السابق وتخريب المنظومة التربوية بمديرين لا علاقة لهم بتسيير المؤسسة التربوية، قامت القيامة وحبوا يرجعوا للمنشور القديم. اللي هو المنشور القديم ما يفرضش مناظرات. ما يفرضش مناظرات وهمية شكلية فيها موالات، أنا نحكي لك وصلت المناصب لي بوست نتاع المديرين في القهاوي وفي التبرنات تتوزع. والناس كل تعرف الشيء هذا، وعلى شيء خاربة تو مديرين عاجز باش يعمل جدول أوقات، عاجز. على خاطر موالي باش ياخذ دار إلى آخره. بمناسبة العودة المدرسية. نحب نبلغ صوت انا فوزي الزارعي قيم عام متقاعد حاليا. السنه الدراسيه ونحن على ابواب العوده المدرسيه مهدده بتحركات نقابيه ونقبويه مشبوهه. هاي كيفاش يعطيك صح؟ اولا ثم بلاغات قاعده تصدر على مواقع التواصل الاجتماعي انها بسبب الطلبات للنقابات الاجتماعات الإخبارية، كنفسر لك شو معناها الاجتماعات الإخبارية، يحبوا يحولها إلى اجتماعات نقابية. واضحة العملية. نهار أربعة التلامذة يدخلوا نهار 15، نهار 14 الاجتماع اللي تتوزع فيه جداول الأوقات والتأطير والتحضير، يحبوا يحولوه إلى اجتماعات نقابية باينة للتجيش وللتوظيف لغايات نقابوية سياسية. دونك هنا ندقوا ناقوز الخطر ونداءنا للسيد رئيس الجمهورية في خضم المجلس الاعلى للتربيه والانتخابات والوضع الحساس، راهو ثم خطر يحوم حول العوده المدرسيه. اثنين، وزاره التربيه ووزيره التربيه المقاله حاليا مشكوره، ثم نص حول انتداب المديرين والنظار. معناها موضوع حساس، عندنا العديد تقريبا يوصلوا حتى المئات مؤسسات تربويه ما فيهاش اطار اشراف، لا مدير لا ناظر لا قيم عام. باهي. النص هذا في العشرية السوداء كان على مستوى جهوي يحد تحضر النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بطبيعة الحال بضغوطات وبتحركات غريبة ومشبوهة يتم زرع مديرين ونظار من طرف النقابات بضغط على المديرين الجهويين بدون لا مناظرة لا حد شيء. مناظرة شكلية، لجنة وهمية، وتعرفوا النقابات وتغولها. وزيرة التربية بالذات سلوى العباسي مشكورة، ووزارة التربية مشكورة، نقحت المنشور هذا، عملوا لجنة تشرف عليها مدير ديوان وزير التربية وفيها متفقد إداري ومالي وممثلين على جميع الأطراف. وشكون يشارك فيها؟ يشاركوا فيها بطبيعة الأساتذة اللي راغبين باش يشدوا نظار ومديرين، ويشاركوا فيها القيمين والقيمين عامين اللي عندهم شهايد ويحبوا يشاركوا. فما رأنا إلا مظاهرات توا لليوم في الكريفوك رافضين نقابة تاع الكريفوك باب الخضرة تونس واحد تاع التكوين المستمر تحركات ثم حتى تواجد أمني رافضين معناها المنشور هذا ويحبوا العودة إلى المنشور القديم باش النقابة تزرع. ركزنا على المنشور الجديد اللي قامت به الوزيرة، شنو هو حاجة صحيح تخلي الرأي العام يفهم يعطيك صح. المنشور هذا ايش يقول؟ عادي أنا عندي مئات المؤسسات التربوية باش يحطوا فيها مديرين، دونك يلزم مناظرة في كل شفافية، ويلزم فيها ناس محايدين وأعضاء اللجان محايدين. وزارة التربية قامت بالإجراء هذا مشكورة، اللجنة هذه فيها متفقد إداري ومالي. قامت بمناظرة تولي بيان سور، قامت بمناظرة، والمناظرة شكون تهم الأساتذة؟ تهم القيمين عامين؟ تهم القيمين، مع العلم راه ثم قيمين وقيمين عامين عندهم لي دكتوراه، عندهم الماستر، وعندهم معناها مانيش باش نقول خير من الاساتذه، اما ناس اكفاء، وزيد بحكم خدمتهم، ناس مؤهلين اكثر باش يشدوا الاداره. دونك كي خاطر المدير عنده برشا امتيازات، شنو امتيازات تاع المدير؟ يعطيك صح، المدير من الامتيازات اللي عنده مثلا ياخذ السكن الوظيفي. بلاش. بيان سور ياخذ السكن الوظيفي بلاش. ثم منح ياخذها. من حيث الاشراف الى اخره، ثم امتيازات اخرى ما نجمش نحكيها حساسه برشا، ثم شكون حتى اللي يستهلك في الضوء بلاش في السكن الوظيفي على حساب المؤسسه، والناس الكل تعرف الشيء هذا، دونك ثم امتيازات والعلاقات مع الاولياء الى اخره، دونك انا كعكه نحن نحبوا نصلحوا مش نحن الدوله الوزاره تحب تصلح، المجلس الاعلى للتربيه يحب يصلح اللي بعثوا رئيس الجمهوريه، قال لك لا نرجعوا كيف ما كنا ونعينوا كيف ما كنا والنقابه تحضر وتعطي رايها وتفرض رايها وتفرض ناسها. دونك هذا مش معقول. لكن هذا يجي للمنظومة التربوية بلبلة أخرى، خاصة نحن قادمين على يعطيك الصحة، هذا اللي نحبوا نوصلوه نحن توا في حاجة
الى الهدوء التام، في حاجه الى معناها مرور هالمرحله السياسيه الانتخابيه الهشه العوده المدرسيه الجامعيه بامان. دونك هذوما هذه تصرفات انا نراها معناها تشير الى اثاره البلبله والفوضى والتشويش حتى على الوضع العام والسياسي والخاص. دونك نحن ندانا خلي الوزاره تخدم، خلي المسؤولين يخدموا. كفانا تخول نقابي، مش نقابي، نقابوي مع الاسف الشديد اللي موجودين اليوم في النقابات وفي الاتحاد العام التونسي للشغل، تقريبا ما عندهم حتى علاقه بالعلم بالعمل النقابي الشريف ونظيف اللي فيه الرجوليه والاخلاق الوطنيه، والناس الكل تعرف الشيء هذا، والملف مطروح ومحطوط على الطاوله. دونك نحن نحبوا انطلاق تحركات ظهر انها بهدف معناها تغيير ولا الاحتجاج على منصور، اما هو في العمق امور سياسيه. بلا حق انت تحرم ناس عندهم الحق باش يترشح. قايم عام عنده دكتوراه ولا عنده ماستر باش يشد مدير، تو ادرى من الاستاذ، هاي خليني نقول انا وخير من الاستاذ، الاستاذ ما يفهم شيء في الاداره، يدخل على طمع، خليني نقول بكل صراحه، خليني كنتحملوا مسؤوليات. هذا قايم عام يعرف الشأن الإداري، يعرف الشأن البيداغوجي، يعرف الشأن التربوي، عنده شهيده، الوزارة حلت له الباب باش يصلح. يا سيدي نحن نحبوا نصلحوا المؤسسة التربوية باش جدول الأوقات يتخدم على قاعدة، ما يتخدمش على قياس لوتود وعلى قياس النقابيين، خلينا نقولوها بكل صراحة، خاطر هو يعرف اللي أساتذة التربية البدنية عن كامل تيران براتيكابل باش يقفلهم، باش التلاميذ ما يقعدوش طايشة في الشارع، باش ينفعلوا قاعات المراجعة، باش التلاميذ يتشدوا في قاعات المراجعة، باش العصابات ما تبداش موجودة قدام. دونك راهي مهمة حساسة برشا، والناس الكل تعرف الشيء هذا، وهذا في علاقة اللي في كنت نحكي لك فيه، الوزارة فاقت ولا أنا فاقت مؤخرة، أنها باش تزرع ناس أكفاء. قال لك لا، القطاع يبقى حكر كان على النقابات.